سالم انا ليلى ذكي حسن شعيب لا مؤاخذه بيتي مهدود ونايمه في الشارع. عايز اعرف انا انتخبت ابن عتتي والاخذه محمد لا مؤاخذه وشلتوت لا مؤاخذه عشان هم جايز يعملوا حاجه للمعوقين او للسن الكبير لا مؤاخذه ويعملوا لنا حاجه بس مش فرحانين بالكرسي اللي هم هيقعدوا عليه، لا ينزل من على الكرسي يقعد على المصطبه اللي اتربى عليها ويعمل لنا حاجه لدنيتنا. حتى لو في نادي لا مؤاخذه يلم الناس فيها بدل ما تقعد في الشارع يبقى ليها قسم غير القسم ومنظر غير منظر، مش كل واحد عندها حي يرميها. ما ينفعش وتقولي الشعب فين الشعب بتاعنا بتاع زمان؟ كل واحد عندها مات في خناقه وفي بتاع وتقولي كم الشهيد؟ ما ينفعش. فلا مؤاخذه احنا عايزين النتيجه، مش عايزين كرسي نقعد عليه. مش عايزين كرسي نقعد عليه، مش خدمات، عايزين حاجه تصلحنا زي زمان لما كل واحد بينام عند جاره احسن من بيته. الواد مفيش لو جاب جار جنب مني بيخبي الاكل، فين دي؟ فين الانوثه وفين الدنيا اللي كنا فيها؟